7 فنانات بيمتلكوا طيارات خاصة، رقم 3 و5 حقيقي مفاجأة. أهلا بيكو في قناتنا أخبار ترند. رقم 1، الفنانة صفاء أبو السعود بتستخدم أكتر من طيارة، وهم ملك زوجها الراحل الشيخ صالح كامل صاحب مجموعة راديو تلفزيون العرب ARC. رقم 2، الفنانة إلهام شاهين بتمتلك هي كمان طيارة خاصة من زوجها السابق رجل الأعمال رامي لكح. الفنانة ميرفت أمين والفنانة هدى رمزي الاتنين امتلكوا طيارات خاصة لما تزوجوا رجل الأعمال الراحل مصطفى البليدي، واللي تزوج من الفنانة هدى رمزي وكانت الزوجة التانية، وبعد طلاقه منها تزوج ميرفت أمين وبعد كده انفصلوا. من المعروف واللي اتكتب وقتها انه تزوج هدى رمزي وأسس ليها فيلتها بالمنصورية وقدم لها مهر عبارة عن طقم ألماس تمنه 1,000,000 جنيه وعربية مرسيدس ومهر كمان 1,000,000 جنيه، واستمر الجواز لمدة 1.5 سنة واتطلقوا خلاله مرتين، الأولى بعد 6 شهور بس وبعدين رجعها تاني بمهر جديد، وبعد كده حصل نفس الكلام في المرة التالتة. وبعد انفصاله بعت لها أحد الأصدقاء يقول لها إنه بيمر بضائقة مالية فرجعت له طقم الألماس، لكنها اتفاجئت إن ميرفت أمين لابسة الطقم ده لما تزوجها. الفنانة إسعاد يونس والفنانة شريهان بيمتلكوا طيارة خاصة بيستخدموها هما الاتنين من زوجهم رجل الأعمال الأردني الفلسطيني الأصل علاء الخواجة. الفنانة سمية الخشاب بتمتلك هي كمان طيارة خاصة من زوجها السابق رجل الأعمال السعودي والمقيم في لندن، واللي رفضت الإفصاح عن اسمه وقت زواجها أو بعده، وقالت إنها تعرفت عليه أثناء عرض مسرحية كده أوكي. وآخر فنانة معانا النهاردة هي الفنانة المعتزلة جيهان نصر اللي تزوجت سنة 1997 من رجل الأعمال سعود الشربطلي، واعتزلت الفن والنجومية وخصص ليها زوجها طيارته الخاصة علشان تستخدمها في سفريتها. وأخيرا لو وصلت لحد هنا ولسه ما اشتركتش في القناة فبفكرك إنك تشترك وتعمل لايك وشير. وأهلا بيك في قناتنا، وسلام.